يعني مجموعة بلدان من الممكن أن تشترك في شيء واحد، قيمة بالعكس واحدة. بالعكس اليونسكو بيحبذ الملفات المشتركة، يعني لماذا؟ في اتجاه لأنه لأن الاتفاقية معمولة أصلا للحوار ما بين الشعوب، لأن الدول تتبادل الحوار حول العناصر الثقافية اللي موجودة اللي مشتركة بينهم وليست محل للنزاع. ومش أنه الخط العربي، على فكرة الخط العربي يمارس في دول غير عربية، يعني احنا عندنا لقينا هنا واحنا بنعمل جمع ميداني واحدة من إيطاليا مثلا وبترسم، لأنه هو فن في الآخر. احنا ممكن أيضا أن ننضم إلى ملفات تكون دول أخرى، يعني لو دولة مسجلة لعبة شعبية زي السيجا واحنا بتمارس عندنا في الريف، ممكن احنا نبعت للدولة ونقول لها طيب سننضم إلى. أنا عايز أسأل حضرتك هنا سؤال. أولا عندما تسجل باسم الدولة معناها إيه؟ معناها أن هذا العنصر يمثلني وهذا العنصر موجود على أراضي الدولة، وإن أنا ممكن أعمل له صون. هي الاتفاقية كمان بتقول لنا كل 4 سنين ابعتوا قولوا لي تقرير العنصر ده موجود بقى مهدد، محتاجين مساعدة، علشان لأنه هو في اعتراف أن التراث ده هو جزء أساسي من الثقافة للدول، هو جزء أساسي من مكونات الهوية. لا هو الحقيقة هي المسألة جميلة جدا، بس أنا عايز أعرف أقول أنا مثلا مصر دلوقتي تم الاعتراف مثلا بفن التحطيب زي ما حضرتك بتقولي كتراث شعبي مصري مسجل في اليونسكو باسم مصر. أيوة. ثم على الدولة أن يبقى إنها تحترم هذا التراث، إنها تعمل له إجراءات تصون، إنها ترعى الممارسين لي إذا كانت الحرفة مهددة وتحتاج إلى رعاية من وزارة الثقافة، يعني من فن الأراجوز مثلا زي ما حضرتك قلتي دلوقتي متراجع. تم الاعتراف بيه رغم إن في دول كتير بتنافسنا في هذا الموضوع. بتنافسنا ولو عايزة تشترك معانا، لأن العرائس التقليدية دي فنون منتشرة في دول كتير. ماذا علينا أن هو نفعل إحنا يعني علينا تجاه تلك الفنون مثلا؟ يعني احنا علينا ان احنا يعني مثلا نطلب مساعده دوليه من اليونسكو، ان عايزين له معونه ماديه عشان نفتح مدرسه لتعليم فن الاراجوز ولاعبي اراجوز جداد، انه يدخلوا في النشاط المدرسي، انه يحل محل الاشكال الغربيه في الاحتفال، انه نحمله بعض المضامين والقيم اللي عايزين ننقلها للاطفال اللي ممكن تتنقل لهم، ان نعمل عليه اشكال من انه نوع من الفرجه الجديده، يتعمل له بعض الفنانين يعملوا سيناريوهات لقصص توصل قيم معينه للاطفال، انما انا استخدمه لأن هو بتاعي وموجود ومتوارث.